شويه اشرت لنقطه مهمه جدا وعايزين برضو نتناقش فيها شويه. نعم. ان قلت التفاؤل ده بيكون بعد الاخذ بالاسباب. نعم. يعني انا ما ينفعش اتفائل مثلا بحاجه وانا قاعد صحيح ما خدتش باسبابها. ها. اول حاجه انا مطالب من الله سبحانه وتعالى بالاخذ بالاسباب فاتبع سببه. نعم. وبعد الاخذ بالاسباب اتفائل. نعم. لكن في بعض الناس بتعمل العكس، مش عايز يعمل اي حاجه، ما بيقومش باللي عليه. نعم. ما بياخدش بالاسباب ويقول لك انا عندي تفاؤل، انا عندي حسن ظن في الله سبحانه وتعالى. نقول له لا، حسن الظن ياتي بعد العمل، لان الحديث يقول لك ولو احسن الظن لاحسن العمل. كان الحسن البصري يقول كده، يقول يعني ان قوما غرهم حسن الظن في نعم. الله سبحانه نعم. وتعالى. نعم. حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنه لهم. نعم. صحيح. يقولون نحسن الظن نعم. بالله، كذبوا، لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل. أيوه. ما ينفعش اقول ان انا عندي حسن ظن في ربنا ان انا هنجح واجيب مجموع كبير وانا ما بذاكرش. ما ينفعش اقول ان عندي حسن ظن في ربنا ان ربنا هيدخلني الجنه وانا ما بصليش. نعم. ما ينفعش اقول ان عندي حسن ظن في ربنا ان ربنا هيكرمني ويوسع رزقي وانا قاعد في البيت ما بشتغلش. عندك حسن ظن في ربنا ده ليه مقدمه، لي بداية، بدايته انك انت تاخد بالسبب، السبب العمل. ربنا سبحانه وتعالى يقول اعملوا، فما ينفعش الانسان ينتظر نتيجة من غير عمل. ودايما الانسان لما يكون انسان فعلا متفائل وعنده حسن ظن بالله سبحانه وتعالى بيعلم ان كل امر في هذا الكون انما قدره الله سبحانه وتعالى. ومع هذا التقدير فالانسان ينبغي ان ياخذ بالاسباب التي اراد الله سبحانه وتعالى ان يكون الانسان متبعا اياها حتى يصل الى النتائج. لان احنا دايما ربنا بنى هذه الدنيا وبنى نعم. هذا الكون على قانون الاسباب. نعم. قانون الاسباب، كل شيء له سبب، كل شيء له نتيجه، فلا بد الانسان يكون محافظ على هذه الاسباب حتى يتم له تحصيل المراد باذن الله سبحانه وتعالى.